السلام عليكم. ان شاء الله هناخد المصل اوف فور ار والمنص ريجن. اول حاجة عندي هي هما بيبقوا في مجموعتين، مجموعة ترينيو لاترالي بنقول عليها الاكستنسور جروب، ومجموعة تانية بتبقى ميدي كودو ميديالي بتبقى ناحية الميديال، وده الفليكسور جروب. الاكستنسور جروب في عضلات منها بتمسك لحد الكربل، وفي عضلات بتمتد لحد الديجيت. عضلات تعمل لي اكستنشن للكربل بس، وعضلات تعمل لي اكستنشن للكربل والفيس لوك والباسترن والكوفن جوينت تحت. وبرده نفس الكلام في الناحيه الفليكسور جروب، برده في عضلات بتنتهي في الكربل بس تعمل لي فليكشن للكربل بس، في عضلات بتنتهي تحت عند الديجيت بنسميها ديجيتورا بتعمل برده فليكشن للفيت لوك والباسترن والكوفن جوينت. لو جينا شفنا العضلات بتاع الاكستنسور جروب فيهم بينتهي لحد الكربل وفي لحد الديجيت. اول عضله معايا دي اللي هي العضله دي الاكستنسور كارباي رادياليس. الاكستنسور كارباي رادياليس دي الاوريجين بتاعها جايه لي من اللاترال ايبيكوندوليت كريست بتاع الهيومرس، و اكستنسور كارباي رادياليس وبتنتهي هنا بالتندون بتاعها، وبيبقى عليها التندون ده اللي احنا قلنا عليها لاسيراتس فايبروزس اللي جاياها من البايسبس براكياي عشان يعمل لها تقويه، عشان لو في حمل كتير على الحيوان ما يحصلش فليكشن للكربل اللي هو بتعمل له اكستنشن. هي بتيجي تنتهي لي هنا في الميتا كربل تيوبريست، يبقى جايه من اللاترال ايبيكوندوليت كريستي تنتهي في الميتا كربل تيوبريستي بتعمل لي اكستنشن للكربل بيساعدها في العمل بتاعها اللاسيراتس فايبروزس بتاع البايسبس براكياي. تاني عضله عندي الاكستنسور كارباي اوبليكاس جايه لي من الكرينيال واللاترال سيرفيس بتاع الريدياس، وراح تنتهي ده الاوبليك تندون بتاعها وراح تنتهي في الايه في السكند ميتا كاربل. بعد كده ده الكومون ديجيتال اكستنسور. كومون ديجيتال اكستنسور يبقى التندون بتاعها هيوصل معايا لحد هنا لحد الديجيت تحت. الكومون ديجيتال اكستنسور جايالي من اللاترال ايبيكوندوليد من الهيومرس، وراح تنتهي بالتندون بتاعها اللي هو اسمه كومون ديجيتال اكستنسور تندون، راح تنتهي في الاكستنسور بروسيس بتاع الثيرد فالانكس. بعد كده لاترال ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور ماسل جايالي من الريدياس والالنا، راح تنتهي لي في البروكسيمال. بتيجي هنا البروكسيمال فالانكس بتنتهي في البروكسيمال فالانكس، والتندون بتاعها يتحد مع الايه مع الكومون ديجيتال اكستنسور تندون، فالتندون بتاعها اسمه لاترال ديجيتال اكستنسور تندون. بعد كده عندي العضله دي بتبان لي هي من الفلكسور جروب، بتبان لي من ناحيه الميديال واللاترال. دي العضله دي اسمها الالناريز لاتراليز. الالناريز لاتراليز جايه لي من اللاترال ايبيكوندوليت، وبرده تيجي تنتهي لي هنا في الاكسسوري، في الاكسسوري والفورس الاكسسوري كاربال بون والفورس ايه كاربال بارت. دي الالناريس لاتراليس. العضلات الخمس عضلات دولت اللي بيغذيهم الريديال نيرف، سواء الاكستنسور كارباي رادياليس، اكستنسور كارباي اوبليكاس، كومون ديجيتال اكستنسور، واللاترال ديجيتال اكستنسور ماسل، والالناريس لاتراليس. الخمسه دولت اللي بيغذيهم الريديال نيرف. لو جينا شفنا بقى مجموعه الفليكسور جروب، دي بنلاقي من ناحيه الفليكسور جروب بيبقوا كودو ميديالي، وده هنا بنلاقي على طول ناحيه الميديال الريدياس بتبقى سبكوتينيوس. عندي ده الفليكسور كارباي رادياليس، عكسها اللي من قدام دي الاكستنسور كارباي رادياليس. دي الفليكسور كارباي رادياليس جايالي من الميديال ايبيكوندويل بتاع الهيومرس، وراح تنتهي لي في الايه بروكسيمال ساموييد بون، في البروكسيمال ساموييد بون. ودي الفليكسور كارباي الناريس. الفليكسور كارباي الناريس بيبقى لها تو هيد، ليها هيومرال هيد راح تنتهي في برضه الميديال ايبيكوندويل بتاع الهيومرس، وليها النر هيد تنتهي في الاوليكرينو. ده بالنسبه للفلوكسور كارباي، الفلوكسور كارباي الناريس، وبتنتهي هنا في الاكسسوري كاربال بون، في الاكسسوري كاربال بون. عندي بعد كده هنفتح في الفلوكسور كارباي الناريس، هيبقى عندي عضلتين، واحده سوبرفيشال وواحده ديب. سوبرفيشال ديجيتال فليكسور
مصر اللي احنا بنقول عليها فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، واللي تحتها الديب ديجيتال فليكسور مصر او فليكسور ديجيتورم بروفاندس. السوبرفيشياليس دي اللي هي الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، يبقى بتوصل لحد الديجيت تحت بالتندون بتاعها سوبرفيشيال ديجيتال فليكسور تندون. عندي بيبقى ليها اتنين هيد، ده بنقول عليها ده جاي من الميديال ايبيكوندويل هيومرال هيد وريديال هيد. الريديال هيد ده اللي ماسك لي هنا في الريدياس بنقول عليه سوبيريور تشيك ليجامنت، بنقول عليه سوبيريور تشيك ليجامنت. يبقى دي سوبرفيشيال ديجيتال فليكسور ماسل، والتندون بتاعها بينتهي عن السكند فالانكس عند البروكسيمال اكستريميتي بتاع السكند فالانكس عند الميديال واللاترال ايمينانس بتاع السكند فالانكس. بعد كده عندي فليكسور ديجيتورم بروفاندس بيبقوا ليها اربع هيد. الهيد الكبيره دي بتبقى دي الهيومرال هيد، بتبقى اكبر هيد، وليها هيد جايه من برضو الميديال ايبيكوندويل، ودي الالنر هيد جايه من الاوليكرينوم، دي الالنر هيد. وبيبقى ليها الريديال هيد اللي ماسكه على الريدياس من هنا، دي الريديال هيد. وبيبقى ليها تندينياس هيد اللي هو عند الميتاكاربال، ممكن نقول عليها ميتاكاربال هيد، اللي هي دي بنسميها الانفيريور تشيك ليجامنت. وادي ادي التندون بتاعها دي ديجيتال فليكسور تندون، بيجي ينتهي لي تحت عند الفليكسور سيرفيس بتاع عند الفليكسور سيرفيس اللي كان هنا، ده الفليكسور سيرفيس والسيميليونر لاين بتاع السيرد ميتافالانكس. يبقى الديب ديجيتال فليكسور بينتهي لي في الفليكسور سيرفيس بتاع السيرد فالانكس والسيميليونر لاين. لو جينا شفنا المنطقه دي بنقول عليها اللي بيعدي فيها الاثنين تندول دولت الكاربال كانال، وبيبقى عليها فليكسور ريتينيكولوم، وبيبقى متغطي جوه الفليكسور كاربال ليجامنت اللي مغطي لي الكنال من جوه من هنا، واللي فوق ده ممكن اقول عليه سوبرا كاربال ليجامنت وانفرا كاربال ليجامنت، او بنقول عليه سوبيريور تشيك ليجامنت وانفيريور تشيك ليجامنت. الليجامنت اللي بيكمل لي هنا ده اللي مغطي لي الميدا كاربال جروف بنقول عليه سسبنسوري ليجامنت او انتر اوسياس ماسل او سسبنسوري ليجامنت. السسبنسوري ده بيعمل لي فليكشن، بس بيبقى ليه اكستنسور برانش الحته دي كده، ده اكستنسور برانش بيطلع من ايه؟ اكستنسور برانش بيطلع من السسبنسوري ليجامنت ده. يبقى ده سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، ديب ديجيتال فليكسور تندون، سسبنسوري ليجامنت.